قال حالي حزين من بعد الشقيق الضنين صارت حالتي في حنين كان الأخ ماله نظير رأس المال أخي وسلتي كم تسكب عليه دمعتي وأخواني وكل سلتي والأحزان فيهم كثير. قصيدة كلمات الشاعر أكرم عبد الكريم عبد محمد الأديب بعد الفراق أخوها المقبولة بإذن الله مراد عبد الكريم عبد محمد الأديب محافظة إب القفر بني سيف السافل. يلحنها فايز أبو شمس عزف هذا مع عبد الفرحان ويقى حازية فرحان مع تحيات تسجيلات الفايز دمار. القصيدة بعنوان فراق الشقيق. ماشي من مقدر حذر يا قادر وأنت القدير يا عالم بسر العباد زاد الحزن يا رب زاد من فرقة شقيقي مراد صار الحال بعده ضرير أتجرعت كاس الحزن واهتد الجسد والبدن كم يدمع في الخد شون مثل المزن ينزل غزير في جهاد وتقيدت مثل الأسير أكرم قال حالي حزين من بعد الشقيق الضنين صارت حالتي في حنين كان الأخ ما له نظير رأس المال أخي وسلتي كم تسكب عليه دمعتي وأخواني وكل أسرتي الأحزان فيهم كثير وأخواني وكل أسرتي الأحزان فيهم كثير غاب النجم غاب البطل من بعده فقدنا الأمل لكن أمر حكم الأجال لا قد حان حكمه يصير نحمد ربنا نشكره نترجاه في المغفرة والقلب الحزين صبره يا رحمن أنت الخبير صورته في الخيال لا ما نجتمع في الأخير كان الدرع كان الأمان يا رمز الأخاء والحنان تاج الرأس رفيع الكيان بعده صار عيشي مرير عمره عاش شامخ عنيد رمز العز شاجع وجيد في نهجه ورايه سديد نبرس الشهامة جدير
يا غبري على صورته كم تبكي على أسرته وصحبه مع رفقته كلا بالمواجع ضرير أسأل ربنا يرحمه في جنته يكرمه من خيراتها تنعمه يا رحمن بك نستجير عظم أجرنا يا كريم بعد القلب هو الصميم بعد صرت مثل اليتيم والأخوان حزنهم كبير صبرك يا عمر في مراد وانت الجيد وانت الزناد يا رمز الوفا والجهاد في دربك ونهجك نسير والوالد مع الوالدة كم أحزانهم زايدة والدمعات متوافدة ما ينسوا مراد الأمير لكن ربنا قد حكم أمره فوق كل الأمم فيما قد قضى الله تام هو حسبي ونعم النصير والختم الصلاة والسلام للمختار مسك الختام سيد الخلق بدر التمام والشافع لنا والنذير سيد الخلق بدر التمام والشافع لنا والنذير التواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 7216-4090